بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله نية وثناء غدوة بالعشية ومساء، فالجميع وبين ذلك حمدا أبديا يطبق الآلاء، حمد مستعظم جلالا عظيما من مليك سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم في هذه الغرفة المباركة، في هذا الاجتماع القرآني البهير الذي نجتمع وإياكم فيه على ما نجهد من موائد العلم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفوقنا من بعده تفوقا معصوما. أول ما نبتدئ به هذه الجلسة المباركة آيات من كتاب الله الكريم توفرها على مسامعنا فضيلة الشيخ القارئ صابر عبد الحكم الذي تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكفلونه لهم
تلخص في مقرأة جامع الملك خالد رحمه الله يعلمنا به الدكتور أحمد عاصم بسم الله Thank you.
وإياكم الآن مع كلمة التوحيدية فضيلة الشيخ مقطع في جامعة بن طالب الشيخ عدنان العضوي في غرفة. الحمد لله الذي جعل العلم رحما بين أهله، والصلاة والسلام على محمد وآله. وبعد، مع إشراقة هذا الصباح الوليد نرحب بإخوة الحضور جعلهم الله من أهل الذي بحضوركم ازدان المتقى وأضاءت جنباته فابتقى. بحضوركم زادت بهجتنا واكتملت فرحتنا. لا جرم، فهذا من أعراس أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جمعنا الله وإياكم في دار كرامته في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين، بعد أن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. وإن هذا الملتقى المبارك قد تألق واستضاف في أحد الأعلام المبرزين في التجهيز والأداء، قد طوف بالأقطار طالبا المحققين من مقري الأمصار. إذا ذكر التجويد والإتقان فهو فارس الميدان المشار إليه بالبناء، أحد المعدودين في التدقيق والمشهورين بالتحقيق، مع عفة وديانة وأدب وصيانة، ذو خلق رفيع كم حاولت جاهدا أن أحاكيه فما أستطيع. نحسبه الله نصيبه من المخلصين في خدمة القرآن الحريصين على التحقيق والإتقان، ذلكم والشيخ المقرئ الجامع المحقق المدقق أبو عبد الإله عادل بن عبد الرحمن السنيدي. قد أفدت من أخي أبي عبد الله كثيرا، ولا زلت أشاوره في كل أمور الخاصة والعامة، فأجد فيه الناصح الأمين ذا الرؤية الداقبة والرأي الحصيف. فكثيرا ما يرشدني إلى أمر قد غفلت عنه أو خطأ وقعت فيه، مراعيا الأدب الرفيع، ملتزما في كل الأحوال التواضع وحسن الخلق، إذ هما عنده وضع وسجية، قد تسياه حلة بهية ونفسا زكية، جعل الله ما يقدم لإخوانه في ميزان حسناته، ورفع بذلك في الفردوس الأعلى درجاته. على قدر بأخي أبي عبد الإله نيفت على 13 سنة. البداية كانت حين تزامنا في التلقي عن شيخنا الجليل أحمد بن عبد بن فهمي بن عبد الصمد الدمياطي نزيل الرياض حين لها، ثم على شيخنا المعمر العلامة أعلى القراء سنة في القراءات العشر الكبرى محمد بن عبد الحميد بن خليل السكندري حفظهما الله تعالى وجزاهما عن القراء خيرا. ومنذ ذلك الحين توثقت علاقتنا وازدادت لله محبتنا وازدادت قوة على مر الأيام جعلها الله خالصة لوجهه. أرحب بأخي وصديقي وتوأم روحي أبي عبد الإله عادل بن عبد الرحمن الثني، فقد شرف الملتقى بحضور فضيلته شرفا يبالي ريح مسكا ومبدلا، وطابت عليه ارضه فتفتقى بكل عبير حين اصبح مخطلا. اقول للجميع وللحضور جميعا مره اخرى مرحبا بكم واهلا، حللتم اهلا ونزلتم سهلا. قد شرف الملتقى بحضوركم فتهللا، وفاضت جنباته زرقا وقرا كلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوؤوا من الجنة منزلا، كتب الله خطواتكم ورفع في الجنة درجاتكم. وأسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يخدم لنا جميعا بخاتمة السعادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
سلام الله يا مجمع الهدى ورحمته ما شاء أن يترحم. قبل أن يبدأ ضيفنا الكريم كلمته حول إتقان الأداء، يسرنا أن نعرف به تعريف المقتضبة، فهو فضيلة الشيخ عادل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز السنين المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم وإمام وخطيب جامع العضين بحي الشفاء والمشرف على مجمع العضين لتحفيظ القرآن الكريم. قرأ الشيخ على عدد من كبار القراء الأعلام داخل المملكة وخارجها، ومن أبرزهم كما ذكر الشيخ عدنان الشيخ محمد عبد الحميد والشيخ أحمد فهمي وغيرهم ممن لا يحب الشيخ الاستفاضة في ذكرهم. وعرف عن الشيخ اهتمامه بالمسابقات الدولية والتحكيم فيها واهتمامه أيضا بالرحلة للطلب، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ينفعنا به. فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله كلمته حول إتقان الأداء، نسأل الله عز وجل لنا ولتوفيقه. أتمنى حقيقة أن نشرع في موضوعنا ولكن قدر الله وشاء فعل حصلت هذه المقدمة التي نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء. وفضيلة شيخنا الشيخ المقرر الجامع الشيخ عدنان عبد الرحمن القومي وجملة المشايخ الذين استفدت منهم وأفدت منهم وقرأت عليه بعضا من القرآن في قراءة حمزة إلى منتصف سورة النساء تقريبا، وأفدت منه أيضا حينما أردت أن أجمع على شيخ الشيخ محمد بن حميد عبد الله شيخ قراء الإسكندرية، قرأت عليه الربع الأول من القرآن بالعشرة الصغرى، ولا أنسى فضله وإفضاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه. ولا أرى أن المقام مناسب لي يعني لذكر مآثر الشيخ وصفاته، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ان هذا المجلس سيكون في طبعا خادمكم واحد اخوانكم وحامل نعل القران اهل القران، وقد سالت الله عز وجل ملتزما مرارا تكرارا أن يجعلني من خدام كتاب الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يميتني إلا وأنا على هذه القيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني خدمة للقرآن الكريم وخدمة لأهله. الموضوع هو إتقان الأداء. لا أخفيكم أن المشايخ أبلغوني من قبل أسبوعين وكنت مشغول الذهن، لا أستطيع حقيقة يعني مع كثرة التكاليف التي حملت إياها سواء من الوزارة أو من
التعريف الخاص وما شابه ذلك. شغلت بأشياء كثيرة من يتيسر لي أن أكتب أو أجمع عليه، لكني أخذت تصور كلي حول الموضوع قبل أسبوع، وأخذت تصوراً عن محاوله قبل هذا الملتقى بيومين بحضور حبيبنا الأستاذ أحمد رجائي حين شرفني في الجامعة. وكتبت في هذا الموضوع بالأمس الساعة 10 ليلا، ولم أنم إلا نصف ساعة حتى الآن، وكنت يعني محترما لهذا اللقاء ومحترما لهذه العقول التي أعلم أنها يعني هي قيادات في مواضعها وتقرأ القرآن، تحتاج أن تسمع شيئا جديدا، تحتاج أن تسمع كلاما موضوعيا لا كلاما إنشائيا. فاجتهدت، وأرجو أن تعذروني إن قصر بي الاجتهاد ولم يوفي شيئا من إعجابكم أو شيئا من مما تطلبونه. حسبي أن الأداء طبعا لما تم التنسيق، حسبي في ذلك أنني أردت أن أعطي إيماحة سريعة عن فروعه التي يحسن المقرئ والمقترئ أن يسير عليها. أسميت هذا الموضوع مدارج إتقان الأداء، مدارج إتقان الأداء. كم الوقت متاح؟ أنا حقيقة لا أحب التكلف، لكن بيت بالمقدمة التي زادتني يعني قيودا ساعات فيها سبع المداخلات يكون في آخر
جاء بعد ذلك ابن جزية رحمه الله تعالى أشار إلى هذا فقال، وهو أيضا حينما تكلم عن التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. أيضا عبد الداء الأزهري في الطرازات ممن فرق بين هذه المصطلحات، لأن هذا بيت في كل مصطلح ثلاثة، هو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وطبعا معانا أول شيء ما هو هو، ما هو ما هو اللي هو التجويد؟ صار عندك كم مصطلح؟ أربعة. ولا شك في علم اللغة أن الوارد فيه وفي التغاير، أن هذه أن التجويد غير الأداء غير القراءة غير. وأحيلكم إلى الدراسات لأن الوقت يبدو قد لا يكفينا. فرق بين هذه المصطلحات هذا هو الإطلاق ما كم؟ الثاني. أي واحد منكم يسجل أو يبعد عنا ممكن نعيد النقطة إذا لم يفهم، لأن لأنني أحب أن الجميع بلا استثناء يفهم، أحب أن الجميع بلا استثناء يفهم، حتى المصور لابد أن يفهم. طيب، الإطلاق الثالث يطلق على تأدية القراء القراءة إلينا بالنقل عن من قبل. واضحة هذه؟ يقال فلان عيد، يطلق جميل، هذا الإشارة جميلة، يطلق على تأدية القراء القراءة عن من قبل. يعني شيخنا الشيخ عدنان أخذ القراءة عن الشيخ محمد عبد الحميد، الشيخ مصباح الدسوقي، الشيخ أحمد فهمي إلى آخره، فهو أدى القراءة إلينا. هذا تأدية، هذا يسمى التأدية. هذه كيف ماذا تسمى؟ أداء. هذا يسمى أداء. من الذي نص على ذلك؟ أبو شامة المقدسي في باز العالم. إذا الإطلاق الأول ما هو؟ من نص عليه؟ عبد الداء الأزهري. والإطلاق الثاني؟ أبو شامة. لا؟ الإطلاق الثاني؟ التجويد، يطلق على التجويد. ما الذي نص عليه؟ من حيث التعريف الزبيد، ومن حيث المفهوم الخاقاني وابن الجزري. والإطلاق الثالث؟ تأدية القراءة، تأدية القراء القراءة عن من قبله. والرابع أبو شعبة. الإطلاق الرابع والأخير يطلق على التفريق حال التلاوة بين النفي والإثبات والخبر والاستفهام وأصوات من وما ونحوهما أو نحوهما صعودا وهبوطا، وهو لا يعرف إلا بالرواية وال والتلقي والإجمال. من الذي نص على ذلك؟ والعلاء الهمداني العطار نص عليه في مخطوطة لم تطبع بعد. طيب، الآن أصبح عندنا كم إطلاق للأداء؟ عندنا أربعة. طبعاً لما تفتحون كتب المصطلحات، كتب المصطلحات التجويدية الآن في الأسواق كثيرة، كتب المصطلحات، من يذكر لي مثلا كتابين كتب المصطلحات التجويد فقط؟ الشيخ الدوسري، وهو يعد من المتأخرة، من المتأخرة في قبله. ثم قسمه إلى تجريد وكتاب آخر.
في ايضا معجم تجويدي لعمر الشويخي او عفوا الشايجي، وايضا في معجم علوم القران للجرمي الاردني، وكثيره ايضا اخذها عبد العالي المسؤول له تيب ايضا في معجم القران. الشاهد انك لما تفتح هذه الكتب تجد انهم يعرفون المصطلح ثم يتركونه فانت لا بد ان تعرف ما الواجب من هذه الاطلاقات، صحيح؟ الذي يظهر لي وهو اجتهاد من عندي، الذي يظهر لي والله اعلم انه لا تعارض بين هذه الاطلاقات، وان هذه الاطلاقات تجرنا الى هذه المدارج التي ان شاء الله تعالى سنذكرها لكم، وهي سبع مدارج: من استعان بالله عز وجل ثم سلكها اعانه الله على اتقان الادب. ولذلك نشرع في المدرجه الاولى كما نص على ذلك المنظور ان مفرد المدارج مدرجه او مدرجه او مدرجه. المدرجه الاولى تجويد الحروف مفرده، تجويد الحروف مفرده. يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه النشر في اول كلامه على التجويد، قال: اول ما يجب على مريد اتقان قراءه القران ماذا؟ تصحيح اخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقا. هذا كلام نفيس جدا لشيخ الدنيا والقراءات في عصره رحمه الله تعالى. لما يتأمل الإنسان هذا النص يجد أن هناك نصوص سبقته بالإشارة إليها، أشار إليها أبو عمرو الداني في كتابه ما هو التجويد؟ التهذيب، وأشار إليه أيضا قبله مكي بن طالب قيس الدين الرعاية، وتتابع ايضا عبد الوهاب القرطبي في المضر وابو العلاء المداني في التمهيد الى ان جاء ابن الجزري و يعني وضح هذه الصوره توضيحا كاملا. اول ما يجب عليك اذا اردت ان تتقن قراءه القران الكريم تصحيح الحروف المفروضه. هذا التصحيح بمعنى انك تمسك الحروف حرفا حرفا وتأخذها من فم شيخك ساكنة ومحركة، وهي محركة أيضا بحركاتها الثلاثة. ونجم عن هذا عن هذه النصوص الآمرة والحاثة على تجويد الحروف، نجم عنه إيجاد بعض القواعد التي تسهل وتساعد المتعلم على تصحيح الحروف. من ذلك أول ما نشأ القاعدة البغدادية، ثم طورت القاعدة النورانية. ما الفرق بين القاعدة النورانية والقاعدة البغدادية؟ القاعدة النورانية هي يعني زيادة تنقيح من القاعدة البغدادية، وكانت القاعدة البغدادية تضرب أمثلة لا وجود لها في القرآن، وإنما لأجل إعانة المتعلم على النطق إذا تجاور المستعلي مع المستفد
والمؤقت مع المفخم الى ثلاثه القاعده النورانيه نور الدين حقاني وهو هندي اصل قام فابعد هذه الامثله واتى بامثله من القران هو الذي يحتاج الى المكافاه القاعده النورانيه تعنى بتعليم الحروف والمقاطع العربيه وهي انفع وانجح واسهل القواعد المتداوله لتعليم الحروف وتجويدها وذلك باقل جهد واسرع وقت واضرب على هذا على هذه القاعده بمثالين والثالث اشكال موجود في قراءه كثير من القراء الوقت كثير اقول بعد دقيقتين في القراءه كيف طريقه تجويد الحروف اجي الان لو تصورت لو يعني ضربت مثلا اني كنت انا المعلم مثلا في احد الطلاب يقرا امامي اول ما ينبغي خصوصا اذا كان غير عربي او كان عربيا لكنه ضعيف بعيد عن الحروف العربيه ينبغي اولا ان يبدا بالحروف الهجائيه حرفا فيقول مثلا همزه فتحه ا همزه كسره اي همزه ضمه او ثم يشرع في الباء لماذا لم نقل الف لكن انتم الان لما تقرؤون في القاعده النورانيه والقاعده لما يجيبون الحرف هذا هل هو همزه ولا الف الهمزة. طيب أين الألف؟ أين يذكرونها؟ لا ما يذكرونها قبل الياء. طيب لما نأتي إلى حرف الواو واو ضمة عفوا واو فتحة واو واو كسرة وي واو ضمة و طيب لما يريد أن يقرأ هذا سورة القلق قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وي صح؟ كذا؟ ها؟ من وي يا بناتي صحيح؟ وقعت في الفخ طيب سكنت ايه؟ كنت اقرا عن يعقوب وطبعا اذا اردت ان تقرا من وجدكم وتعسر عليك نطقها فمعناها المشكله من اين الحرف المفرد وهو الواو المضمومه واو ضمه و اذا اتقنت هذا النطق سهل عليك حاله الاخرى مثال حرف الياء لقوله سبحانه وتعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما وبعضهم يقول يعني من باب الاستعجال وصلنا الى ثمن ان الله لا يستحيي وطبعا يشيرون الى ان هذا ليس من قبيل التادب في مقام الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكتب من اقل مثلا ما او مثلا ما بعد الوطن منطقه لما اردت اذا اردت ان تنطق منطق يستحيي وانت لم تتقن يا فتحه يا كسره ي يا ضمه ي لا تستطيع ان تاتي بهذه الكلمه صحيح هذا مثال موجود في الواقع اليس كذلك؟ أعطيكم مثال موجود صح مسجل طيب أعطيكم مثال موجود الآن في الواقع قضية ضم الشفتين ضم الشفتين في حروف الفخمة الآن
إذا أراد أن يقول مبغين مغضوب عليهم أو الضالين، كثير من بعد خلنا نبعد عن الدين، نقول بعض حتى نكون دقيقين في العبارة، بعض المتعلمين وبعض المقرئين يأمرونك بضم إيش؟ الشفتين الغلط في هذه القرية. وسبب هذا الأمر ما هو؟ يعني ظنا منهم أن الشفتين من أسباب التفخيم. وحقيقة التفخيم هو سمة يعني حرف يمتلئ الفم بصدأ لا علاقة له بالشفتين. وأيضا من أسباب النطق هذا هو عدم تحريك نطق الحرف المفرد. فلو قال ضارب فتحة ضاء تعود بهذه الطريقة فتح الفم كما قال الطيبي رحمه الله تعالى وكن بمضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وكن خفاض بانخفاض الفم يتم والمفتوح بالفتح الفمي. وهذا الفتح هل هو فتح طولي ولا عرضي؟ فهذا نقطة مهمة. طولي. وذلك من الأخطاء الموجودة الشائعة المنصوص عليها في بعض التجميد المعاصرة يقول إذا أردت أن ترقق فابتسم وليتا يعني بحيث أنك ترقق الحرف. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا الأمر الذي أمرنا به وهو التبسم هو وسيلة ولا قصد؟ وسيلة. هل هذه الوسيلة صحيحة أو غير صحيحة؟ ليس صحيحة. لماذا؟ لأننا نحن الآن بدأنا بالتشويش على مخارج الحروف عند المتعلم. ينبغي أن يتعلم المتعلم التوقيق والتفخيم على أصوله من غير تشويش وإدخال وسائل لا وجود لها عند الواقع الموجود حينما تستمع إلى قراءة بعض من القراء وبعض المقرئين تجد في عندهم حروف مشكلة. وهذا التحليل الأخير يؤدي بك إلى عدم تجويد الحروف. ولذلك أول ما يجب عليك تجاه إتقان الأداء أن تجود الحروف من قبل. يأتي سؤال يقول يا أخي أنا الآن جمعت السبعة جمعت العشرة أرجع وأقرأ القاعدة المقدارية والقاعدة المضانية ودعوني أكتب لكم هذه القصة وهو فيها جواب. أذكر أني كنت في مدينة من أحد المشايخ وتوسط لأحد المشايخ أن يأتي ويقرأ على هذا الشيخ وقلت للشيخ المدني صاحبنا الذي سيأتيه من الرياض هو جامع للقراءات العشر. قال له إيه؟ أنا توقعت أن هذا يعني قربان لقبول هذا الشيخ أو هذا المتعلم. قال لا أريد. قلت ليش؟ قال هذا سيأتي معه قراءات عشر يعني لن يتعلم. وأنا عندي المتعلم لما يأتي وهو باسمه وعظمه لا يأتي معه شيء. وهذه المشكلة الموجودة. ولذلك كثير من القصص التي حكالي لها هذا الشيخ الذي يقول جاءني شيخ من الإمارات جاءني شيخ من الكويت وجاءني شيخ من كذا ومن الأعلام بارزين. لما جلس عند هذا الشيخ المدني وبدأ يقرأ وأوقفه على حقيقة قراءته بدأ يقول يا أخي أنا قرأت على فلان وفلان ما أوقفه لا يقرأ. والسبب يرجع لماذا؟ هو أن تعلمه الحروف المفردة كانت ضعيفة أو غير موجودة.
أنا أقول حتى ولو كنت معك القرآن العشر، إذا كنت أنت لم تدخل عن شيخ الحروف مفردة ليس عيبا بل واجب، إذا أردت إتقان واجب عليك أن تتعلمها وأن تأخذها من فم شيخ، والشيخ يقوم بإقرائك أو بتلقينك هذه الحروف سواء كانت بحركاتها أو بحالة سكون. هذا هو أو هذه هي المدرة الأولى انتهيت منها. إذا في مو سؤال عليها لا سيبنا نجعله بعدين، لكن إذا في شيء لم يفهم ممكن أعيده أو أوضحه أو نلتقي المدرة الثانية. طيب نبدأ المدرة الثانية، تجويد الحروف مركبة. تجويد الحروف مركبة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد النص المتقدم: فإذا أحكم القارئ أن نطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراط وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومطالب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل على حقيقة التجويد بالإتقان والتجويد. هذا نص في هذه المدرجة، نص على أن تجويد الحروف مركبة لا يتأتى إلا بعد تجويد الحروف مركبة. ما هي أهم معالم القراءة المجودة؟ هذا سؤال مهم، يعني أنت الآن إذا استمعت للقراءة ما هي المعالم التي تخرج لك بادئ الأمر وتحكم من خلال هذه المعالم أن هذه القراءة مختلفة أو الأداء مختلف؟ الذي يظهر لي الله أعلم أنها أربعة معالم. المعلم الأول وضوح الحرف وصفاته، وضوح الحرف وصفاته. المعلم الثاني السلامة من الخيشوم. المعلم الثالث إحكام النطق. المعلم الثالث إحكام النطق بالحركات الثلاث. المعلم الرابع بيان المرقق من المفخم. هذه أربعة معالم. إذا لم تجد هذه المعالم كاملة أو انخرط بعضها، هل تحكم على أن هذه القراءة صحيحة أو متقنة؟ لا تحكم عليها، بل تحكم بأنها ضعيفة وبعيدة عن الإتقان. طيب الآن دخلنا في مرحلة التركيب، دخلنا المرحلة. طبعا اغلب وهذه الاغلب صحيحه انه ليس بعض، اغلب المشايخ يقرؤون باي طريقه، بالروايه وبالدرايه، بالروايه، وربما اشار بشيء من يعني الاضاءات من الدرايه. لكن لو تسال خصوصا الذين قرأوا على معمرين أو قرأوا على كبار السن، هل شرح لك حكم الإظهار؟ هل شرح لك حكم المدود؟ هل شرح لك؟ ليس هناك أحكام نظرية، وإنما هي كلها لغة. طبعا نحن في ظل مع يعني إرادتنا لهذا الإتقان لا بد أن يعقد الدراية الرواية،
ويسيران جنبا إلى جنب. نظرت أنا في أحكام التجويد، تجويد الحروف، ومن باب التسهيل رأيت بأن تقسم إلى أربع مجموعات. أربع مجموعات، هذه تسهيل جدا في التجويد. المجموعة الأولى الحروف التي لا يمكن معرفة تجويدها إلا بمعرفة حركة أو نوع الحرف الذي بعدها، وهي النون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة، حروف المد، ولام الفعل والحرف وأل التعريف، وإدغام المتماثلين والمتجانسين والمتفرقين. هذه المجموعة الأولى، الحروف التي لا يمكن معرفة تجويدها إلا بمعرفة حركة أو نوع الحرف الذي بعدها. أعيد؟ طيب، المجموعة الأولى، طبعاً هذا ما هو ما عنوان هذه المسألة؟ أيوة، طرق تسهيل التجويد النظري. قسمنا تجويد الحروف إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى الحروف التي لا يمكن معرفة تجويدها إلا بمعرفة حركة أو نوع الحرف الذي بعدها، وهي النون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة، وحروف المد، ولام الفعل وأل، لام الفعل والحرف وأل التعريف، وإدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية وفيها حرف واحد لا يمكن معرفة تجويده إلا بمعرفة حركة الحرف الذي قبله. من يعرف؟ الألف. لام لفظ جلالة. لام لفظ جلالة. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة حرف يعرف تجويده بمعرفة حركة الحرف الذي قبله أو حركة الحرف نفسه، وهو حرف الراء. هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة الحروف التي يعرف تجويدها بدراسة الحرف نفسه. الحروف التي يعرف تجويدها بدراسة الحرف نفسه، وفيها النون والميم والشدتان، مخارج الحروف وصفات الحروف. بهذا نكون قد يعني استطعنا أن نوظف الحروف في هذه المجموعات فقط. الثالث وضعها. الثالثة حرف يعرف تجويده بمعرفة حركة الحرف الذي قبله أو حركة الحرف نفسه، وهو حرف الراء. المجموعة الرابعة الحروف التي يعرف تجويدها بدراسة الحرف نفسه، وهو فيها النون والميم والتاء ومخارج الحروف وصفات. هذا التقسيم السهل واليسير تفتح شهية المتعلم لتعلم التجويد النظري، وتستطيع أنت من خلال إقرائه أن تربط هذه الأحكام وما الذي ينشأ عنها حالة التركيب. يقول الدكتور فضل حسن عباس رحمة الله عليه رب النين، يقول فنحن نرى اليوم هنا أن هناك شيوخا يبدأون إقراء طلابهم العشرة الكبرى دون أن يكون لهم علم بطريق الشاطبية والدقة، وأصبح أمر الإجازة أمرا سهلا يناله من يستحقه ومن لا يستحقه، وإننا نرى بعض المجازين لا يتقن قواعد التجويد. هل واقع ولا غير واقع؟ وأنا عشت في الفترة التي يعني شهدت فيها مع شيخنا أيام القراءة، وربما الشيخ أيضا تعرض لمثل ما تعرضت فيه من القراءة على بعض المشايخ الذين لهم
يعني لهم يعني نعم لا لا لهم يعني نعم أن كانت الهمة في تلك الفترة متى أخلص من الرواية وأنتقل الرواية الثانية ومتى أنتهي من السبعة حتى أجمع الثلاثة لا الثلاثة أنا مهتم من العشرة ومتى أنتهي من العشرة حتى أجلس وأتربع على صدر الإطاء وأقول أجازني فضيلة شيخي وقرة عيني وكاج رأسي وحزام بطني الشيخ المقرئ الفاضل إلى هذا لاحظنا وكان هناك تسابق حميم من ينهي القراءات العشر ولم يكن هناك تدقيق طبعا انا ما ذكرت اسماء صحيح؟ اي ما ذكرت اقول في تلك الفتره يعني يشمل بلاد او هنا او خارج السعوديه فكان في حرص على انهاء القراءه وطبعا حتى القراءه نفسها وجوهها ربما قد تسمح فيها وتفيا مثلا ببعض الاوجه في اولها وفي اخرها مثلا الورش ربع الاول ياتي باوجه البدن ثم لما ينتهي من البقره وال عمران نكتفي بقصر الشنبه طبعا فرق بين الوجوه الادبيه و الوجوه الواجب والوجوه الجائز يقول الشيخ ابراهيم الاخضر الاصل في الاداء العنايه بالحرف الذي هو اصل الكلام ما هو اصل الكلام الحرف والصادر والصوت الصادر من الإنسان بهذا الحرف ثم صحة النطق به على درجة يقال عنها إن هذا الحرف صحيح وهذا يقاس بمقياس علمي ضمن منظومة الألفباء ثم إذا وضعت الحروف في كلمة واحدة علمنا أنها تتفاوت بحسب مخارجها وصفاتها وقال أيضا مفهوم الأداء أننا نبهر السامع بكلمة فيها قوة صحة النطق حتى نحظى بقوة التأثير فيها هذا كلام رائع جدا من شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر أعيده الأخير ولا قبل الأخير طيب قال مفهوم الأداء أننا نبهر السامع بكلمة فيها قوة صحة النطق حتى نحظى بقوة التأثير أعطيكم مثال هذا سيأتينا في المدرجة الثالثة لكن أعطيكم مثال لما يقول الإنسان فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سأقرأ الآن بنفس الرتم حتى ما يقول واحد ترتد في الإتقان ولما سأقرأ بنفس الرتم والحظوا معي هل جذبتكم القراءة الثانية أو لا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اختلف عندكم مختلف حس طبعا كلما تأنيت في الحروف أيضا كلما حصل منك التأثير بسبب قوة صحة النطق طيب عندنا وقفة استماع لشيخنا أو شيخ لشيخي شيوخنا الشيخ محمود خير حصري ونسأل الله الأستاذ أحمد رجائي طبعاً هو أسمعني أربعة مصاحف من الشيخ الحصري لكن لن أرتضي إلا مصحف واحد يعني هو اختيار قد يخالفني أحد يعني هو الذي وجدت فيه الصفاء بمخارج الحروف عند الشيخ رحمه الله
ربما يكون السن التسجيل الأداء له أثر. هذا بقصر المنفصل لرواية حفص ومصحف الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن نلحظ هنا ركزنا فقط على الثلاثة ربما طبعا يوجد بعض الأشياء لكن ركزنا فقط على الثلاثة وعدم التكلف لن استمع نموذج آخر إلى الشيخ المصري محمود حسين منصور حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب لعلكم استمتعتم كما استمتعتم كما استمتع الذين يطلبون. هذه المدرجة طبعا انتهينا من المدرجة الثانية بقي طبعا 10 دقائق من الساعة. المدرجة الثالثة فصاحة الكلمات القرآنية. فصاحة الكلمات القرآنية يندرج تحتها الشيء اللي يطرح يفصل تفصيل الكافي وان شاء الله تعيدوننا في ابدا انا خالد شرفنا بالتقاط في اكمال الموضوع واستيفائه ان شاء الله. المدرجه الثالثه فصاحه كلمات القران. طبعا هذه كلمه فصاحه أنا حريص طبعا أن المصطلحات تكون هي مصطلحات واضحة. مختلف طبعا في تسميته هذا المصطلح من حيث وجوده عند القرآن. مثلا في المشايخ يسمونها تفعيلة. تفعيلة. منهم الشيخ إبراهيم الأخضر. في فصاحة ولا أمير الفصاحة وهو يسمي شيخنا الشيخ محمد شحادة أقول لماذا فصاحة اخترت الفصاحة من هو يسميه تخبيص وهو شيخ شيوخنا الشيخ عامر سيد عثمان سيأتي الآن لماذا فصاحة لأن حقيقة ومآل هذه المدرجة إلى الفصاحة. ويندرج تحت فصاحة ثلاثة أمور. الأمر الأول النظر وهو مصطلح مشهور معروف. والعجيب أن أحد أو إحدى الكتب التي ذكرتها لكم قبل قليل المصطلحات عفى الله عن صاحبها يعني قائل يرى أن النظر شدة السياح فقط. يرى أن النبر ماذا؟ شدة السياحة. طبعا هذا صحيح من حيث اللغة لكن لا يرى هو أبدا ويرى أن تعريفه مصطلحا نفس هذا يرى همس
ولا صحيح كما قال الخطان فإذا نبغت تجيء به متلطفا السخارة. هذا صحيح بس ليس لك أيها المؤلف أن تنفي أن النبرة يراد به الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة. هذا معروف في علم الأصوات أن النبر هو المقاطع الصوتية الكلمة. وسأقرأ لكم الآن كلاما نفيسا لشيخ شيوخنا الدكتور محمود الطناحي رحمه الله. لم يكن النبر معروفا كمصطلح عند القراء، هذا كلام الدكتور محمود الطناحي. يقول لم يكن النبر معروفا كمصطلح عند القراء، بل كان يسمى التخليص. وحقيقة التخليص تخليص مقطع من مقطع، معناه يؤدي إلى النبر. وذلك بفطنته رحمه الله الدكتور محمود الطناحي، فطنته عرف أن هذا المصطلح هو النبر. وذلك يقول سألت شيخنا الشيخ عامل سيد عثمان، سألت شيخنا عن النبر، قال لم يكن معروفا عند القراء، وإنما نحن نسميه التخليص. فهو بحكم معرفته المصطلحات واللغة عرف أن من خلال التطبيقات والأمثلة التي سأذكر لكم أنه عبارة عن تخليص كلمة من كلمة أو مقطع من مقطع، فهو النبر. يقول يتكلم الشيخ الدكتور الطناحي، يقول من تفنن شيخنا في مجال الأداء الصوتي، تفنن شيخنا، وقد سمعت لهذا التخليص من الشيخ أمثلة كثيرة جدا أذكر منها أن أحدهم قرأ مرة أمام الشيخ فلهم أجر غير ممنون وخطف ثلاث خطفة واحدة ضابطا على الفاء بحيث صار الكلمة كأنها فعل ماضي مسند إلى ضمير الجماعة مثل ظاهر فلهم واضحة؟ لأن ما سيأتي بعدها منبني عن الفهم. فهمت ولا فهمت؟ طيب أعيد وأحساس لأن ما بعدها سيأتي مبنية اسم الشيخ دكتور محمود طلع الشيخ عامر سلعفة يقول أذكر منها أن أحدهم قرأ مرة أمام الشيخ فلهم أجر غير ممنون خطفتها فلهم خطفة واحدة ضاغطة على الفاء فلهم بحيث صار الكلمة كأنها فعل ماضي مسند إلى ضمير جماعة مثل ضرب فلهم واضحة؟ بعضكم في الآن ما دخلت المغرب لا في ناس ما فهم ولو شئتم لحددت أيضا بس أنا أعيدها فلينتبهوا إلى أنفسهم أعيد مرة أخرى تنبه يقول أن أحدهم قرأ مرة أمام الشيخ فله أجر غير وخطف فلا الآن الخطأ أين في كلمة إيش؟ قال خطفة واحدة ضاغطة على الفاء فلا على وزن ضربة كأنها أصبح قتله أي كأنه فعل ماضي. فقال الشيخ قال له الشيخ سيد عثمان ما فلهموش يريد رحمه الله أن يقول إنه ليس فعلا واقعا عليهم وأن هذه الفنية من مقطعين ف وله واضحة؟ عيد فلان أعيد كلمة الشيخ؟ أسأل يا الله فقال له الشيخ هو طبعا أراد الشيخ يفهم يعني ينفي أنه يقول فلان فقال الشيخ ما فلهموش أو ما فلهمش أيوة أحسن ما فلهمش فقال الشيخ ما فلهمش يريد رحمه الله أن يقول إنه ليس فعلا واقعا عليهم
وأن هذه البنية من مقطعين فهو بس. أي على طبعا هذا الأمر الأول الذي ينتهي صح؟ نكمل النهر شوية سيرة وإن كان طبعا هو لا ساحرة له لا ساحرة. وسألهم يوم القيامة وسألهم بعضهم تقول وسأل أصبح ماذا؟ قال فقست وهذه أنا أذكر عند شيخنا الشيخ أحمد مصطفى الله يرحمه كان يقول هي الدرع مدبير فسقى لهما فسقى لهما فخرجنا بهم كيف هذه؟ فخرجنا بهم اجعل النون تابعة لي إياك نعبد وإياك نستعين أصبحت الكاف ماذا؟ من فعل الذي بعده ومرت معنا واشكروا لي وطبعا الكاف هي طويلة طويلة طبعا أنها كانت لي دور في قواعد الأداء استمرت تقريبا قرابة 18 يوم أو 19 يوم طويل من القواعد فيها لكن هذه إشارة يسيرة إلى النبل وأن المقرئ والقارئ ينبغي التنبؤ قد أجاد حقيقة يشكر يعني نسأل الله يجزيه خير الجزاء شيخنا الشيخ محمد شحادة الغول في أشرطة وكتابه مبين الإشارة إلى ذلك ثم التقمها الشيخ جمال قرش ما يحفظه وأفاضها بالأمثلة في كتابه زاد المعين وهله أيضا تسجيل جزاه الله خيرا وجزاه طبعا من حيث العموم نحن متفقون معه قد نختلف معه بعض وهذا طبعا طبيعة البشر مختلفة ثانيا لا يندرج تحت الفصاحة السلامة من الإفلاس وطبعا أوردت لكم قبل قليل مثلا فلهم وأيضا مما يشتهى يعيدكم وعلى أسنحتكم وعلى سنتكم هذه كلها مثلا مثلهم أيضا كثيرا ونبه إلى ذلك شيخنا الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله في الأعلى البيان الأمر الثالث مما يندرج تحت الفصاحة التفريق بين المقطوع والمصدر ما مثال ذلك؟ مثال كثير نعم أفلت مقطوع المقصور وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ربما فصل هذا المقطوع هذا الموصوف وقالوا إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون طيب شيء أي إنما أيضا المقطوعة والموصولة وإنما ما شبهها ولا هم ما شبهها لا طبعا في كلام طبعا كلام كثير طبعا في المسائل هذه مو كلام أمثلة لا الكلام قصدي في إقرارها أو نفيها أو ما شابه ذلك في خلاف كبير في المسألة هذه وطبعا أنا اجتمعت مع مشايخ وسوريين ومصريين وحجازيين وتراثة وجزائريين لهم يعني آراء في هذا الموضوع أي طبعا طبعا انا ما ودي يعني احسن ما ذكرته لكن خليني اذكر لكم شيئا من يعني من هذا الامر
طبعا مشهور لكم شيخنا الشيخ أيمن رشدي السوري تكلم في هذا الموضوع. الشيخ يحكم عن وجهه نظره او وجهه نظره، يقول ان الحرب ما دام خرج من مفرده ومعه صفاته ولم يختنس فليس لك ان تلزمنا باداء معين. واضحه؟ وهذا كلام وجاه، له ايش؟ وجاه. لاحظ معي، اقول له وجاه، ما قلت صحيح ولا خطا. التقيت مع شيخ اخر حمصي يقول حماصنا يوم الخميس على الساعه هذا الشيخ الحمصي ماذا يقول؟ الله يحفظه. يقول هذه لهجه مصريه لا علاقه لنا بها. طبعا كان موجود في من لم يكن مصري، لا والله في مصري بس من طلابه طبعا ما ادري كيف عليه. وكان موجود شيخ العراقي وشيخ الدكتور غانم الدكتور محمد، وكان موجود احد طلاب المدينه، كنت موجود يعني بلغتهم مرحله الاقراء وما شابه ذلك، وبالتالي يستوعبون هذا. كيف اللهجة المصرية؟ فهمنا الشيخ الحمصي، يقول أنا أفهم. يقول المصريون بالبنى تقول حسن، ما يقول حسن؟ حسن. حسن، كم مقطع؟ مقطعين. في مدينة واحدة، مدينة النظر
هذا يقول شيء ولا يقول شيء نفس الكلمات. بل أعجب من ذلك أو شبيه من ذلك، مو أعجب لا شبيه من ذلك. هذا الشيخ نفسه له طلاب، وطلابه اختلفوا مع شيخهم في كلمة واحدة. لما جاءوا إلى كلمة ما ننسخ من آية، هل هي من آية ولا من آية؟ آية يا حسن، هذا على مقطعين، ولا من آية مقطع واحد؟ واضحة؟ كلام طويل طويل في هذا الباب. طبعا أنا كتبت يعني كلام، بس طبعا ما يحسن إني أذكر لكم ما كتبت، لكن هو طبعا مشهور سواء لي ولا لكم. طبعا مفتوح، لا أحد يقول والله خاص بفلان، لا أبدا، اجتهدوا، ولكنه يحسن الرجوع إلى أهل الأصوات. من 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 أمثال المبرزين شيخنا الدكتور غانم الدكتور محمد. طبعا الدكتور غانم الدكتور محمد لما سمع هذا الكلام دهش، يقول ما كنت متصور أن الأمر بلغ عنده فتنة وأنيل من كذا كمان. يعني يعني بلغ درجة أن أن تخطأ قراءة وتخطأ مدارس بسبب يعني انحراف بسيط في هذا الأمر. أعطيكم مثال، الله يحفظه الشيخ إمام قرش في جمع ميزان المفكرين لما تكلم عن أفلا ما ذكر كلام الشيخ واحد آخر، صح؟ أنا سألتك قلت ليش ما ذكرت كلام الشيخ واحد آخر؟ فقال هو خالف القاعدة. أي قاعدة؟ ما في قاعدة أصلا، كيف تقول؟ إنه المشايخ المصريين على مقطعين، أفلا؟ هذا المشايخ المصريين، الشيخ واحد آخر يقول أفلا أفلا تبصرون أفلا تبصرون. هذا رأي الشيخ رحمه الله، مثلها أوما ما شاء الله. لا في ثلاث نقاط كثير، ها؟ لا في ثلاث نقاط. لا 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 ليش؟ ها؟ يعني كده أفلا نقطة واحدة، أفلا نقطة واحدة، صح؟ إذا قلنا أفلا ثلاث نقاط، همزة وحدها وفاء وحدها ولا واحدة؟ لا هذا هذا مثال بس على 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 يعني طبعا انا اختصمت مع الشيخ جمال الله يسيب خير او على التي غيبت لكن اختصمت معه فقلت انا خالفت طبعا المنهج وقلت لك بس انزل كلام الشيخ وبين رايي ما دمت انك تظن وشايف افلت منهم على اي حال هذا مثال على الاختلاف الموجود في الساحه. طبعا ما الذي انتهي؟ انتهي الى ان الكلام في فصاحه الكلمات القرانيه لا تستغرب ولا تعجب ولا تندهش اذا وجدتم اختلافا بين المشايخ. يقول شيخنا الشيخ ايمن رشيد السويد غايه ما تلقينا عن مشايخنا اربع خمس كلمات ثم انفلتت السكه. هذا كلام صحيح. وطبعا ارجع هذا ارجع هذا هذا الاختزال الخمس والسبع الى الاتقان. ان يعني الطلاب كانوا اول في درجه من الاتقان، وان الطالب كان لا يصل الى الشيخ الذي يجمع عنده الا بعد ان انتهى من ماذا؟ مراحل الاتقان والتاسيس والحفظ. لكن الان ما نتعجب له نجد فان شيخ مع قراءات العشر وياتي واحد ويصحح عنده حفص وضبطه وسطه وما شابه ذلك. طبعا هذا مجهد للمغرب وهو يحتسب عند الله، لكن يفترض انه لا ياتي عند الشيخ الجامع الا بعد ان ينهي عند احد طلابه ولو تدريبا ثم يلتقي لهذا الشيخ هذا اراده يقرا. طيب هذه الملوجة طبعا الثالثة ما أدري شيخنا نقف هناك صلى الله عليه وسلم وعلى آخر دعوانا إلى رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.
باختصار يعني أدوات الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت شكراً لجميل سؤال يتعلق بإسمان الأداء خاصة بالصلاة. يعني قد أقرأ مثلا أو يقرأ غيري على الشيء قال أنه محبين وفقدات الظهور لكن يصعب عليه بعد ذلك الصلاة لأنه قد يتشغل أثناء الصلاة بتحقيق هذه الأشياء فيذهب منه الخشوع فيرجع ويسجد منتظرا لقراءة الركعة التي تليها حتى يدخل الركعة الثانية. فهل إذا تخلى عن بعض شخص من أجل الخوف أم الصلاة الصحية هل هو بذلك لم يكن أداء طبعا القارئ ذكرت لكم في المدرجة الثانية يحاول مركب أنه يحاول أن يروض نفسه للتدريب والتمرن حتى يصبح هذا الأمر سجية له وعادة. في البداية يجد صعوبة في هذا الأمر مثل أيضا القراءات يعني صوت الحسن نقل بين يعني الحسن إلى أحسن أيضا يجد مشكلة في هذا الأمر لكنه إذا دخل الصلاة وكان في بداية مشواره بالتروض أرى أن يركز على الخشوع ولا يشغل نفسه إلا بما خرج من التجويد. شيخ بعض الناس يرى أن الإشتغال القراءة أنهم قد بالغوا لحد ما في مسألة التجويد وأشياء من هذا القبيل ويحتج على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف يسيرا تسهيلا ويقول أنتم ذلك يعني شددتم بهذا الأمر وبالغتم فيه زيادة وما غيره. والله طبعا أنا أرى الضعف قائم قراءة المعتنين المشتغلين بهذا العلم فلا أرى إدخال هذه هذا الأمر لا أرى إدخاله في هذه الفترة إلا بعد أن يعني تلحظ توقيت الأداء توقيت التجويد ممكن الإنسان يعني مثل أن يأتيك التائب وهو يائس من رحمة الله ما تذكره بساعة رحمة الله ومثل أن يأتيك العاصي وهو يعني يرى أن رحمة الله قريبة من المذنبين فأنت تذهب إلى الجهة الآخر. فطبعا أنا أرى أن الآن الضعف قائم سواء في المشتغلين أو المحبين هذا تلاوة القرآن الضعف قائم. فطبعا ممكن نحن نخص هذا الكلام لمن تغور ووصل إلى مرحلة يعني شديدة وما ما رأيت أحد يعني أنا في البدايات يعني تلمذي ولازلت في البدايات يعني كنت أرى أن هؤلاء يعني مبالغين لكن بعدما تلمست هذا الجمال وهذا يعني الإتقان أصبحت لا أحب أن أسمع إلا هذا هذا الأداء وهذه الطريقة وأحرص أني ما أقرأ إلا بها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو في المحافل أو ما شابه وأحرص تمام الحرص على يعني أقرأ فيها لقناعتي بذلك وأبعد طبعا ما كان منها مشكلا أو ما كان منها مشوشا على طبعا ما ذكرتموها أنتم قد ينطبق على مسألة القراءات وما شابه ذلك على الحرارة أو السبعة وإن كنت أن تريد يعني هذا التيسير وأنا أقول أن التيسير يأتي لاحقا إن شاء الله
سبحانه وتعالى فعل كتابه. لكن هذا مثل الآن قضية واحد يريد أن يجمع الشاغل السبعة فلا بد تحفظ الشاطبية أو لا بد تعتني بالتحريرات أو يجد مشقة فلا يبقى له يا أخي من باب التيسير خل الناس يجيب بجوز ساحرة وخلن يقرأ ويقرأ يعني الحمد لله باب التيسير على الناس لا يبقى له لأن تفرد الأمور الأداء يا شيخ يعني أنا يعني حقيقة يعني فرحت حقيقة لما بدأت أرى أن المشايخ يعني يدققون ويردون وتطول الختمة. الشيخ كنا الفترة التي الذهبية درسناها من الشيخ خلص في 20 يوم في شهر ولا والتطفيف وعدم إعمال نظائر موجود ونعم الله مستعان كله به خلص ختمه ومشتغل ورش خلص ورش ابدا بعد الدوري وابدا طيب ليش عشان العجله لماذا يعني بعض الطلاب ما انتهوا الا بعد 4 سنوات في الوادي حفص الصحابه وصبروا جزاهم الله خير منهم الشيخ اسامه غانم الله يحفظه وعزها الله واخذ الاول في المسابقات الدوليه ومسابقات المحليه فالعجلة لا داعي ولذا فرحت لما الشيخ يعني بدأ يشدد على القضية هذه وحتى الشيخ صابر يقول ما أحد يسأل الشيخ عدنان لا هذا الصح هذا الصح مو صح إني أسافر مثلا ينبع ولا أسافر إلى مكة والتقي مع الشيخ أبغى أخلص في 7 أيام أنا انتبه فما أقدر أنا يوم الثامن ماشي مسافر متى أصبح مشايخ الأرض ويا وشدلوه في فعل من جزري نحن أصبحنا ربع من جزري الإتقان ولا في العلو ولا في القراءة وكفر المشايخ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ممكن واحد يقرأ هذه الطريقة أذكر لما يعني بدايات قراءتي على الشيخ أحمد إسماعيل الله يحفظه والآن في مصر قرأت عليه يعني ابدا فاتحه وقفني عند الحرف هذا والحرف هذا والحرف هذا انا فرحت الشيخ يوقفك عند الحروف هو اللي يتمسك به الشيخ الذي يمشي لك يمشي 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 خلص ربع ربعين ممتاز ويحب راسه ربنا يخليك تاس للشيخ هذا لا يستطيع هذا لا يستطيع اللي يوس يوقفك عند الحروف وعند الصفات وعند الشواهد مشاهد هذا الجزرية مشاهد هذا من العقيدة مشاهد هذا من الفترة هذا اللي اشتد به يعني هذا التعليق وصف أصبع هذا موجود طبعا الكتاب هو حصل في خلط بينه وبين كتاب الفلاني الذي هو نقص الكتاب المقاطع والمباني واسمه مآت القرآن الشاهد انه طبعا مخطوط يعمل عليه الان مجموعه من الباحثين في مصر والحمد لله تم اكتشاف النسخه الخطيه الكامله والصحيحه في الدوله المصريه كان لما انتقلت من مكان الى مكان بعض الذين يحملون المخطوطات لا يعرفون خطرها ولا فاختار هذا بهذا الى الحمد لله غير الله احد الاخوه وجمع الملهم هذا ما ودي يكون من معاني لماذا؟ هذا أسميها نتيجة نتيجة هذه المعارف أن يكون عدم التكلم وذلك بعض الناس لما تجلس في مجلس خصوصا شرعي ولا يكون متخصصين في التجويد أول ما يقولون يجب على المشتغلين بالتجويد أن لا يتكلم نحن ما
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كذا كذا، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، نحن معهم ما افترضنا، نحن معهم. ولكن هذا لا يتاتى في بدايه التعلم. هم يقول واحد يقول تقول انت واحد يقول خالد، يقول خالد افتح فمك، ما يجي خالد يقول خالد افتح خاء، كيف تاكل يا اخي انت؟ ها كذا تاكل، افتح فمك خاء، ما خالد خالد لا بد ان فتح الفم. فطبعا هذا التعلم فيه تكلف طبيعي، لا خصوصا ان الطالب لم يعتد على هذه الطريقه، خصوصا اذا كان غلط هذا مشكله، لا وتر والاضم من هذا ان يكون جمع السبعه ولا العشره حول. فلما يجي واحد يرجع انت ترجعني عند دون الساكن والثاني، انت ترجعني مرات تقول لي فيها تكرار ومسائل كثيره يعني. السؤال يا طبعا اخوان المبالغه، واتكلم عن القارئ ولا عن المقرئ؟ عن التطبيق ولا عن الامر؟ التطبيق مو من الامر، لان الامر احيانا ربما يبالغ فيه الشيخ لاجل ايصال الصوره. فبعض الطلاب المستمعين القارئين المستمعين يقول ما هذا الشيء؟ يطلبنا باننا نؤدي بطريقه بشعه بشعه. لذلك اذكر اول ما كنت اقرا على الشيخ فاطمه اخبار عام 1419 واذ واعدنا موسى، طبعا انا قلت طبعا ميزه الشيخ ابراهيم هي ميزه وبعضهم يرى انها ليست ميزه، لكن انا اراها ميزه، لان الافتراض لا ياتي للشيخ الا من هو ازدهد. الشيخ ما يتكلم، اما يشير ويعرف اشاراته الطلاب بما انه مرض، واما يعطيك الغلط، يعطيك الغلط فانت فهمت واضحه. فكنت اقرانا واذ واعدنا موسى، قالنا موسى انا ما أنا كنت الشيخ عندنا موسى الشيخ سعد وإذ واعدنا موسى يا موسى يا موسى. طبعا الأسلوب هذا طبعا يجعل الطالب يتحفز، وش مفهوم طبعا في حضرة مجموعة من الإخوة، فبدا العرق يعني يشتغل. واذ واعدنا موسى انا موسى بعدين صحيت، صحيت اني ضغطت على ايش؟ عازم. قلت واذ واعدنا موسى، فطبعا الشيخ لما قال ناموسا لو جاء واحد استمع ايش قال؟ يعني ربما يظلم الشيخ بالاستهزاء، ربما يظلم الشيخ بالمبالغه والتكلف والتعسف في التعليم. بالنسبه للقارئ نرجع الى القارئ، هذا ياتي في كل الاشياء، في كل التطبيقات، كل شيء اذا بالغت فيه حصل فيه الخلل. اعطيكم مثال على الهمس، بعض الناس اذا همس ياتي بحرف ايش؟ السين. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت. فطبعا مشايخ شبه القاره الهنديه فرغوا من هذا الامر ووضعوا في شيء اخر،
كلام طويل مثلا هذا يعني خلاص وقعوا في وقعوا في النفي ما في همس ولكن يجب حدثني شيخي الشيخ أيمن السويد يقول كنت في الهند وهو بعد ما التقيت مجموعة من الفضاء يقول فبدأ أناقش معهم بعض المسائل التجميل منها الهمس و قضية الفضاء الضائية والمسائل المشاكل التي عندهم يقول فلما حججتهم ذهبوا إلى الشماعة ما هي الشماعة؟ هكذا تلقينا لا هكذا تلقينا فقال الشيخ أيمن من الجهة الشامية عمي تلقيت مسيدي هذا شو؟ عمي قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان شكاكو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن متولي وين متولي كم؟ عشرة فقال للشيخ أيمن ابنكم أيمن قرأ على أحمد عبد العزيز زيان عن الشيخ عبد الفتاح نيني عن المتولي ما شاء الله كان في واحد يعمل بهالطريقة فقالوا له هذا ما شاء الله ما شاء الله إسناد عالي يقول إسناد عالي فقال الشيخ أيمن الإسناد عندكم بطول من أكل التنبوك هذا الذي يأكل التنبوك فطبعا هنا المشكلة أن يعني الإنسان يفرغ شيء ويقع في شيء آخر وتجد أنك لما تبحث في هؤلاء المشايخ التسعة الذين كل واحد منهم بدأ ينتقص شيئا ينتقص شيئا ينتقص شيئا ثم تتفاجأ أن أحد هؤلاء التسعة اجتهد واضح؟ مثل قضية أخونا جزاه الله خير الشيخ خالد المأمون المسوي لما تتبع قضية الضالة الرائية حصل في بعض طبقات السلف حصل هنا الخلل فخرجت عندنا الضالة الرائية لعلها الأخيرة سعد يا شيخ أحسن الله عليك قضية الإتقان يعني الموضوع يتكون من الأداء والإتقان أنتم ذكرتم تعريف الأداء ولم تذكروا الإتقان يعني ما معنى أنه ما الثاني أيضا قضية الأداء نفسها التعريف يكون شامل ولم إذا يكون التعريف أربع تعريفات فلان معروف فلان معروف له الأرض كان الأحرى أنه يجمع التعريف الصحيح الشامل الجامع وأخيرا مثلا قضية الأداء مثلا الفقهاء يقول الذي وقع في وقع مثلا في الصلاة المسؤولين إذا هكذا عندنا أباء وأباء في أراء ولكن في الكبرى متى تكون النظم مسؤول حينما نتعلم من القراء والكبار هل يقال له أنه من أهل الأداء وأخيرا هذا كان سلطة على وقضية التحمل هو ما يقولون التحمل والأداء مثلا متى يتحمل القارئ مثلا متى يكون سنة السلام أبدأ من هذه قضية التحمل طبعا يصح التحمل للصبي أنا أتحمله هو صبي سواء سماعا أو قراءة وأذكر إحدى الأخوات اتصلت فيني قالت إني حضرت مع مجموعة من الأخوات وكان الشيخ أحمد مصطفى يفضلنا ختمنا ختمة كاملة لكن متفرقة لكن متفرقين في التوعية وإني أنا أسند أقول وقد قرأت على شيخنا القرآن لا ما يجوز له وإن قرأت القرآن تضيف يعني أنت قرأت القرآن كامل قالت لا ماذا فعلت قرأت يعني أغلب يعني أنت قرأت كثير من القرآن لكن ما قرأت القرآن كاملا فأكتبي يعني في لفظة واسعة تلقيت وفي لفظة أدب وهو صحيح أنني قرأت أغلب القرآن أو نصف القرآن أو ثلث القرآن حسب طبعا الحال هذا الآن يصح للمرأة هذه تتحملت بطريقة من طرق التحمل ويجوز لها أن تفعل بالنسبة للصبي يجوز له أن يتحمل سواء سماعا او سواء بعض القران لكن لا يؤديه الا بعد الفروض.
تعابير وجهه الإفراط، كيف مثلا يستخدم الطلاب، كيف يودعهم، كيف هذا. أنا في مادة معينة لازم تأكل شيء ضخم، يعني مثلا فرخ السمع مثلا. طبعا هو طبعا كتب الإقرار، كلمة الإقرار هم يذكرون هذا الفرق مقوم الناس في كتاب رائع جداً سبحان سعيد حيدر مقوم الناس يسير معلم الله صدر بمناسبة من إقرار ندوة عناية من العربية السعودية وآخرين وعلوم جمع مفاتفة وصحيح. هذا كتاب رائع جداً مقومات شخصية معدن القرآن رائع جداً جداً دكتور حازم سعيد حيدر خرج بمناسبة من إعقاد ندوة عناية المملكة العربية السعودية للقرآن الكريم وعلوم وأفرد طبعاً له في فيها بعض المقومات وطبعا انا اؤكد عقضيه مهمه يا اخوان مهمه جدا لا تاخذ شخصيه غيرك. مش معنى الكلام هذا مثلا ان جيت عند شيخ طبيعته يشخط الناس يشخط يعني مصري يعني يصيح الناس ويتكلم فيهم فاول ما شفته انا حضرت مقال عند شيخ والله يعني في مكان ما في مكان ما كان الموعد جينا مع الموعد بالضبط فطبعا هذا الشيخ كثير فسألني ما نتكلم باللهجه حتى ما تعرفه فقال الشيخ من انت؟ فقلت فلان قد تفضل. بعد ما بدأت اقرأ تفاجأت بأن باب الوقت فلان الشيخ فتحت الباب فقال الشيخ من أنت؟ قال فلان موعده قبل ساعة. طبعاً نزل فيه بالبلدي في مصر لا ما تكلم لا بالبلدي ثاني قبل ثلاثة صاحب مشاكل فنزل فيه بالبلدي حتى وصفه بأنه حائط. قال نزل عليه العادة نزل عليه العادة طبعا هذا وجهه تغير الوان الطيف يقول الشيخ ما عليش انا اتنازل بوقتي قال لا كيف يتاخر كيف يستهدف الاوقات ناخذ هالنمط هل هذا النمط يناسب ان تستخدمه؟ طبعا هذه شخصيه موجوده صح ولا لا؟ في شخصية مثل التفاح تجي تحب رأسه في الوسط تحب رأسه وفي الأخير تحب رأسه من دماغه خلقه ومن طيب نفسه من زكاها هذه لا نبدأ نموذج في نموذج لا أخذ رأسه يعني تفضل ما سلامات والله أعجبني بيهم في نموذج صح ولا لا؟ المهم من هذه القضية لا تأخذ شخصية غيرك، أنت شخصيتك نفذ الإقرار بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذ الهدي وبشخصيتك أنت. يعني شخصيتك الحبوبة، شخصيتك القيادية، تكون قيادي، امشي على قيادة، لكن أهم شيء اتبع ما تجد. اللي ملاحظ ماذا؟ ملاحظ بعض الناس أن يكون هادي طيب حبيب يرى النماذج التي القيادية التي تتكلم وتزمجر في الإقرار وتستهتر للأسف الشديد تستهتر في الإقرار موجود تستهتر والله مشايخ يعني كبار وتسخر من الطلاب وتسخر والطلاب يصبح حالهم وارد طبعا لهم طبعا تخريج بس طبعا في جانب لكن لا نرى هذا الأخر لا أقوله في هذا الجانب الشاهد ما تأخذ هذا الجانب أنت تأخذ في شخصيتك وخذ هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أصحابه ومن سار على طريقه. سؤال لعلنا نبدا اخواننا هذا القدر داخل.
كل شيء على الإطلاق إن شاء الله. الآن طالب من الوقت ونريد أن نختم هذا اللقاء إن كان لا يمل، لكن بقيت هنا يعني بعض أحفاد مضى على يقولها الشيخ طارق، بعد ذلك خلف اليمين الشيخ مالس. وخليك تفضل. الخبر الأول، فاز جميع المتسابقين العسكريين والذين قاموا بتدريبهم فضيلة الشيخ عبد الحميد بالمراكز الأولى في جميع المستويات في مسابقة أمير سلطان الدولية للعسكريين عدا صاحب الفرع الرابع، فاز المركز الثاني. الخبر الثاني، تم انتهاء الدروس رسم المصحف الشريف والذي اقيم في مكتبة الجامع على مدى 17 اسبوعا وجاري تطبيقه واعداده للتحميل على الانترنت. الخبر الثالث، تم تحرير دروس تحريرات الشاطبية والتي اقيمت بالمقرأة العام الماضي على شبكة الانترنت، كما تم اعتماده ملتقى أحد ناشط المقرات الرسمية من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية. الخبر الرابع، تم اعتماد خطة لتطوير وتفعيل المقرات من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية، كما تم اعتماد ميزانية خاصة بها. الخبر الخامس، يجري الإعداد لدورات نوعية للقراءات. الخبر الثالث، يجري الإعداد لافتتاح مقرأة إلكترونية منبثقة عن مقرأة الجامع. الخبر السابع، يجري إعداد نشرات تعريفية شاملة بالمقرأة ومناشطها. تم الانتهاء الخبر الثامن، تم الانتهاء من تصحيح أسانيد القراءات العشر الصغرى وقام بمراجعتها النهائية بعض المشايخ المتخصصين في الأسانيد، وسيتم توزيعها على بعض القراء والمؤلفين بالرياض وخارجها. الخبر التاسع، ختم الشيخ عبد الله بن مسعود موسى قراءه ابي عمرو البصري وعجيز بها، وهناك عده طلاب من القراءه على مشارف فقط، منهم الدكتور محمد يحيى القراءات العشرة، طارق بن أحمد تجيب القراءات العشرة، الشيخ عبد الحكيم أبو رواش القراءات السبع، الشيخ طارق سعيد عاصف، الشيخ حامد نبهان قراءة عاصف، الدكتور محمد جاد قراءة عاصف، الشيخ عصام الشيشيني قراءة عاصف، الشيخ جهاد بركات قراءة عاصف. والخبر العاشر، هنا الخبر العاشر، ختمة لفضيلة الشيخ فارس الكثيري رواية حفص عن عاصم، وسوف نستمع لهذه الختمة بعد قليل. في الختام، تم تشكيل أمانة مؤقتة للملتقى تتولى التخطيط والإعداد والتنفيذ له، كما نلفت نظر الإخوة إلى ملحظة هام من أراد منهم التواصل معنا لتفعيل مثل هذه الملتقيات أو عنده بعض المقترحات لتطوير هذا الملتقى وإفادة الإخوة، عليه التواصل معنا عبر هذا الرقم 050-465-312 أو البريد الإلكتروني وكلاهما سيظهر أمامكم على الشاشة. وفق الله الجميع وأرضى وصلى الله وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا الشيخ فارس الكثيري، الطلاب الذين جاءوا مع بدايات المطرح وصدر المطرح لنا تقريبا 6 سنوات، وكان حريصا على الإتقان جزاه الله خيرا، ومر بالمراحل التي تعرفونها في مراحل إجازة قام حفظ أداء وحفظ البزرية
شرحها وغير ذلك أنواع كتابة الوقت والابتداء وغير ذلك الملاحظة التي تعرفونها جميعا وسبق تقديمها عليها في الحلقات السابقة. وهذا هو المجلس الأخير من ختمته الذي يبدأ في سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. تدعو ثم دعاء. طبعا تعرفون مروا بنا أن أنا سألت مالك رضي الله عنه وتعرف ختم جمع أهله ودعا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا من أرجى نوافل الإجابة فلعلنا نجمع قلوبنا واستطاعنا مع دعوة الأخوة والدعاء على الله أن يستجيب دعواتنا. الحمد لله رب العالمين والحمد الكبير الطيب المبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسوله محمد اللهم اشكرنا في زمرته وتحت لوائه اولد واولدنا اوره واسقنا منه مشربا هنيئا يا كريم. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امامك نواصينا بيدك اللهم فينا حكمك علم فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد في خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارزقنا علما يورثنا خشيتك. اللهم ارزقنا علما يورثنا خشيتك. اللهم ارزقنا علما يورثنا خشيتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وفي
أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نسألك يا حي يا قيوم أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتذل الشرك والمشركين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مما يذكر اخي الفارس حفظه الله وكثير من الطلاب المقراه حرصهم على الانضباط والتقيد بالمواعيد، وهذا يعني مما نحرص عليه كثيرا على الالتزام والانتظام التام بالمواعيد. وقد كان حريصا على الإتقان بدليل أنه أمضى معنا 6 سنوات تقريباً